أما هلأ سلمى منروح لضيفة كتير مميزة رغم الظروف الصعبة، رغم أنه منسمع كتير أعذار ما قدرنا بسبب الظروف، بسبب كتير من الأمور يلي ممكن تكون حجة لدى كتير من الأشخاص لحتى يمكن يدفنوا بذرة من بذور الإبداع، يوقفوا شوي عن الإنجاز. لكن اليوم ضيفتنا ضيفة مميزة، عندها إبداع بشكل كتير كبير وعندها قدرة على التحدي. فرغم الحرب مثل ما قلنا ورغم الظروف يلي عم تمر في سوريا، استطاعت اختراع جهاز بيساعد مرضى الشلل النصفي على الجلوس والوقوف. نالت المركز الأول بمسابقة اليوم العالمي للملكية الفكرية بمشاركتها بهذا الاختراع. أكيد رح نتعرف مع بعض على المهندسة حكمة جبولي صاحبة الاختراع. لك صباح الخير حكمة، أهلا وسهلا فيك. شكرا لاستضافتكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. الف مبروك طبعا لك، نحن كثير فخورين بالانجاز اللي حققتيه. مبارك لنا جميعا. اكيد اهلا وسهلا حكمه. خلينا نبلش ويمكن نعرف مشاهدينا اللي اول مره بيشوفوكي على شاشه الاخباريه السوريه اكثر عن الاختراع اللي قمتي فيه وعن نفسك وعن دراستك وعن السبب الرئيسي اللي كان المحفز وراء انك تدخلي بهذا المجال. تمام. انا حكمه جبولي، مهندسه طبيه مخترعه سوريه. أما مجال اهتمامي فأنا بهتم بالإبداع والاختراع، تطوير الأجهزة الطبية، وعندي هوس بصيانة الأجهزة الطبية. أما بالنسبة للاختراع فاختراعي هو جهاز طبي ذكي بيساعد مريض الشلل النصفي على الوقوف والجلوس وحتى المشي عن طريق أبليكيشن أو ريموت كنترول. بالنسبة لسبب هذا الاختراع فهو عن قصة أليمة. أختي انصابت بشظية بالنخاع، صار معها حالة شلل نصفي. بالمناسبة أختي لعبت جمباز قبل الإصابة. وقت انصابت هي طلبت مني جهاز بيساعد على الوقوف والجلوس. تمام؟ بحثت بالسوق لقيت جهاز بسعر كتير غالي وبتقنية تقليدية ميكانيكية. فهي طلعت فيني وقالت لي أنت عم تدرسي هندسة طبية، أنت ليش ما تخترعي لي أنت هذا الجهاز؟ من هون طلقت الفكرة، انطلق الاختراع وانطلق المشروع. غزل هلأ عم تمشي على هذا الجهاز، عضلاته ممتازة. يعني هذا الجهاز هو داعم وليس علاجي، بيحافظ على مرونة العضلات والحفاظ على شكل العضلات. غزل بحاجة هلأ لعملية تحرير نخاع الشوكي لتتعالج وترجع تمشي. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. نوجه لك كل التحية أكيد اللي هي أكيد. كانت الحافز والمشجع الأكبر لإلك حكمة. كتير نحن مبسوطين لما نسمع هذا الكلام، شخص كتير قريب مننا. أكيد نحن نتمنى نصنع المستحيل حتى نشوفه بحالة سعادة وبحالة شفاء كامل، وهذا الشيء اللي نتمناه لغزل. اليوم إذا بدنا نحكي عن الصعوبات الظروف يلي مريتي فيه حكمة لحتى نحن وصلنا لهون وقدرتي تستفيدي من هذا الجهاز، قدي ضليتي وقت حتى اكتمل سنة؟ تمام. هلأ بالنسبة للوقت فثلاث سنين تجارب واختبارات، لأنه أنا مو بس مركزة على هذا الاختراع، لأنه في عندي أمور تانية من ناحية الشغل والدراسة. تمام. بالنسبة للصعوبات فأنا وصلت لمراحل أنه قست فيها وصرت أبكي، قلت لها أنه ما عم بدي كفيني وخلاص، ليش لأخترع أنا ما عم بدي. فهي أنه يعني نظرتها هي لحالها بتخليك تقويكي وتخليك تكملي. يعني مجبورة أنت، نظرة البراءة تبعية الأطفال أنه يعني تتركيني. تمام. فقالت لي أنت قد ما بدك تجربي وانا مستعده اجرب، كل النماذج اللي بتعمليهم انا مستعده اجربهم، المهم نطلع بشيء. والحمد لله رحنا هلا مركز اول، طلعنا بنتيجه. عن جد يعني هذا شيء كثير مهم. أكيد. فرح كمان من كم يوم كان لك مشاركه بشيء بخص طبعا حمايه الفكريه، وتسجل يمكن اختراعك، حصلتي على شهاده اختراع، وهذا الشيء كان مع وزاره التجاره الداخليه وحمايه المستهلك. تمام. خلينا نحكي اليوم عن الخطوات الجديه اللي رح تبلشي تاخذيها ب استكمال هذا المشروع. تمام. يمكن مع جهات ممكن ترعى هذا الشيء، مع جهات إن كان خاصة أو إن كان حكومية. تمام. هلأ أنا من كم يوم كنت باستضافة الوزير عمر نزير سالم، نوجه له كل التحية. هو طلب مني جدوى اقتصادية لندرس المشروع ونتخذ على أساس القرار. أكيد أنا كتير بتمنى أنه هذا الاختراع أو هو المشروع يتحول لمنتج، لأنه مو بس غزل هي أختي بحاجة هذا المشروع، في كتير مرضى هلأ عم يتواصلوا معي، هن بمرحلة الانتظار، هن بحاجة لهذا المشروع. هي خطواتنا الجاية أنه رحنا نصمم هذا المشروع ويصير منتج بمتناول كل المرضى. وأكيد ما حنوقف عن هذا الاختراع، بس منطور المشروع، يعني العلم ما بيوقف.
صح. كثير حلو هذا الحكي، بس اليوم اذا بدنا نشوف يمكن الشباب يلي تضرروا بفعل الحرب، سواء من شظايا سواء من كافه يمكن المشاكل يلي تعرض لها الشباب وتركت عندهم يمكن بعض المشاكل باجسادهم، هذا الاختراع اللي بلشنا من عند اختك، اليوم في فكره لاختراع ثاني عم تدرسي الحاله الاحتياجات؟ أكيد. اكيد احنا عم ندرس الاحتياجات، لانه المرضى يعني فئات واسعه، المرض هو فئات واسعه. هلا مرضى الشلل النصفي مثلا بيفرقوا عن مرضى الشلل الرباعي تمام، فنحن عم ندرس انه ممكن نصنع بدله تساعد المريض، يعني اذا كان بحاله شلل رباعي هو انه يلبس هي البدله وهي تحركه، بس هذا الشيء يعني مكلف وبيحتاج وقت، بيحتاج كادر، بيحتاج مكان. طيب مثل ما حكيتي انتم هلا عم تدرسوا الجدوى الاقتصاديه، هذا شيء كثير مهم اليوم كمان الاشخاص اللي بيعانوا ان كان بسبب اطراف او بسبب شلل كامل، فتره العلاج الطويله كمان مكلفه، فهن عم يتكلفوا على صح. مدى واسع، وممكن هي النتيجه سواء كانوا بمشافي خاصه او بمشافي حكوميه، فهذا المشروع كثير مهم. نحن هلا ببلدنا يعني بعد هالحرب عندنا جرحى جيش، عندنا جرحى من مختلف القطاعات، فنحن بحاجه للمخترع السوري انه يطور الادوات. كنتي عم تحكي الادوات او الشيء اللي موجود بالسوق ميكانيكي يمكن ضعيف شوي وعالي جدا السعر، فهون اهميه الاختراع اذا حكينا لحتى قدر كمان ياخذ هالجائزه. تمام. هلا اهميه الاختراع انه تقنيه ذكيه، المريض ما بيستخدم ايديه، لا يعني هو موجود برا، الجهاز موجود برا، المريض بده يحرر حلقه بايده حتى يقدر يوقف، وسعر الجهاز كثير غالي. المريض هو يعني معه شلل نصفي، مو قادر كمان يستخدم ايديه للتحرير، هو بده ايديه ليرتكز على عكاز ليستند. صحيح. فاهميه الجهاز، اول شيء الجهاز بيستخدم عده قياسات، يعني المريض بس يكبر ما في داعي يشتري جهاز ثاني، ممكن تعديل الجهاز طوليا وعرضيا. نقطة أخرى، المريض عم يعمل علاج فيزيائي ذاتي، يعني هو بس عم يعمل عملية الوقوف والجلوس، هو عم يحرك العضلة ويحافظ عليها تمام، حافظ على مرونته عشان ما يصير معه ضمور مع الوقت. المريض بده يوقف مو عليه غير يقول انه اب بانجليزي او اريد الوقوف تمام. فهو يعني بس بيمسك الووكر او العكاز بيقول اب، تم عملية الوقوف، آلية معاكسة بتم عملية الجلوس. فأهم شيء إنه تصنيع محلي. صحيح. هي أهم نقطة يعني. طبعاً. هلا التصنيع محلي، بس إذا بدنا نقول للفكرة لحتى اكتملت وأخذت شكلها النهائي بهذا النضج وهي الفائدة اللي شفناها، كيف قدرتي أنت توصلي له؟ ممكن شفتي أبحاث ثانية، دراسات ثانية، استعنتي ببعض الأفكار؟ هلا اول شيء استعنت بدكاترتي بالجامعه، اكيد وبس انا شفت فيديوهات عن نماذج برا موجوده تمام، ومن اساسها طلعنا بنموذج، يعني النموذج مختلف بس احنا اخذنا افكار يعني وتم تطويره تمام خطوه بخطوه مع الدكاتره. حكمه يعني كثير عم نشوف هلا بهذا الوقت الحالي بنلجأ للروبوت وادخال الروبوت ضمن تطوير هي الالات او المساعدات اللي ممكن يحتاجها الانسان. بقديه جزء معين دخل الروبوت ضمن تصميم هذا الجهاز؟ قديه بتشوفي هو فعلا ناجح ضمن الهندسات الطبيه؟ تمام. هلا كجزء 50% لانه نحن حققنا الطرف السفلي بس، في حال صار بدله كامله رح يدخل الروبوت 100% بالمشروع، فاكيد هو شيء كثير مهم. يعني الروبوت هو بدله عم يلبسها المريض وعم يتحرك من خلالها، عم تعيد له الحياه، يعني عم يرجع مثل الانسان طبيعي، يعني هي اعظم شيء، يعني هي ثوره بعالم الهندسه الطبيه. ممكن نشوف عندك تطوير لهذا المنتج حتما اكثر واكثر لحتى نشوفه يمكن اكثر انتشار، بنشوفه يمكن متطور حتى للشلل من انواع اخرى، عندك هي الفكره نحن نبدا من هذا المشروع ونطوره اكثر؟ اكيد اكيد نحن جاهزين للتطوير، وموجود فريق من المهندسين جاهز للإنتاج، بس نحن بحاجة لدعم من ناحية المكان والمواد تمام لنقدر ننتج. يعني تنتجي مو قطعه، بدك كميه لانه المرضى عددهم كبير، عرفتي، وتكون مدعومه انت من وفعلينا شوي. امتى نحن ممكن نشوف هذا المنتج حسب الوعود اللي تقدمت لك؟ هلا ما بعرف، ما فيني اعطيك وقت والله. ان شاء الله، المهم انه بلشنا بالخطوات الاولى. خلينا نحكي عن المسابقه اللي تمت وكان تصويت الكتروني فيها، وكان فيها
عدد كبير من المشتركين من كافة أنحاء العالم. التصفيات، قديش عدد المشتركين كانوا موجودين والجنسيات المختلفة. ونحن بنرجع بنركز إن إحنا مشروع سوري بظل الحرب قدر ياخذ هذا الجائزة الأولى. يعني هلا كان في 64 دولة ترشح منهم 20 دولة، ومن سوريا فقط المشاركة كانت من خلال الفيديو اللي أرسلته أنا. ناحية إنه التصفيات، هي كانت شروط المسابقة هي التصويت. تمام. فبصراحة يعني كان أملنا برب العالمين كبير، ودعوات الناس ما وقفت، والشعب السوري من مختلف الدول يعني وقف معنا وصوت. عشان هيك يعني الحمد لله حصلنا يعني على المركز الأول يعني بالصدارة، والحمد لله أنه ما يعني سويت له مش وطلعت بنتيجة. أكيد. تمام. كتير فخورة أني قدرت مثل سوريا على مستوى العالم وبالمركز الأول. أكيد نحن كمان أكيد كتير فخورين فيكي حكمة، وكتير مبسوطين إنه إحنا كان من حظنا إنك تكوني معنا لليوم. بدنا نشكرك، نتمنى لك كل التوفيق، ونوجه تحية شكر كتير كبيرة لغزل. غزل شكرا كتير لأنك كنت الدافع الأول لحكمة لحتى قدرت أكيد تصنع هذا الإنجاز السوري بامتياز. نتمنى لك أكيد كل الصحة والعافية. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا لك حكمة، وإن شاء الله يا رب نشوفك هيك من إنجاز لإنجاز بهذا الوقت، ونشوف الرعاية يعني ما يكون بس مجرد خطوات أولى. هلأ بلشت وزارة التجارة الداخلية، بنتمنى عدة جهات تنضم، يمكن كمان الهيئة العامة لأولمبيات الروبوتك إذا بتنضم لك كمان، لأنه عندهم إمكانيات وخبراء بهذا المجال. فممكن يصير في هي دعوة مننا لكل اللي عم يتفرجوا إنه يكمل هذا الإنجاز السوري. شكرا كتير لك. شكرا استضافتكم جميلة.